هذه يعني منذ 4 سنوات، يعني هذه السنة الرابعة الحمد لله، وأنا بقوم في طبخ الجريشة يعني بوزعها على الناس اللي محتاجة واللي غير محتاجة، يعني اللي له نصيب يجي بياخد. هي هذه عبارة عن طبخة اللي هي جريشة بنسويها، وجريشة متعارف عليها من قدم الزمن يعني أنه أكلة طيبة ومفيدة ومغذية للجسم، وبالنفس الوقت تراث من التراث الفلسطيني، يعني بنقدر نقول هي من التراث الأكلات التراثية اللي مثبتة لدى الشعب الفلسطيني. يعني يوميا بعد صلاة العصر بنيجي احنا والشباب في الحارة، بنساعده توليعة النار، بنجيب له المية، بنجيب له الجريشة من الدار، بنولع معاه، بنقف معاه، بنصف له الأولاد اللي بيجوا، ولما تسوي الجريشة بنصفف له الأولاد الصغار عشان ما ينحرقوش. يوسف الجريش هذه اللي يعني بيعملها جريشه يعني ممتازه كل الفقراء والمحتاجين والمساكين، واحنا بنيجي يعني دائما عنده، دائما بنشرف عنده، عده غير كمان الجريشه يعني بطلع يعني كمان مصاري، بطلع يعني غير رمضان كمان بطلع لاهل الخير والناس الفقراء والمساكين واليتام والغلابه يعني، ودائما احنا مباشر عنده هان يعني بنقف معاه في الجريشه وبنعبي الطناجه للناس وبوصلوا له من الدور، يعني الناس المحتاجه بوصلوا له للدور. يعني في البداية الأمر كانت كلها الحمد لله مني، وما زالت يعني بمجهوداتي، لكن في أهل الخير لما سمعوا في المبادرة اللي أنا قمت فيها، يعني في بعض الأسر بتيجي بتقدم مساعدة، أنا بتقوم بوهاب طبخة على روح أمواتها أو على الفقراء المسلمين، يعني بتقدم حاجة لله عز وجل بدون ما حد يشعر فيها. وهذا فبتيجي بتسأل تكاليف الطبخة مثلا، بنقول له قديش تكاليف، فبقوم الرجال بدفع المبلغ، بنشتري فيه لحمة والكيس الفريك بنشتري، وعلى قدر هيك يعني. وطبعا احنا بشهر رمضان في ناس بتحب تساعد الفقراء والمحتاجين، وبتقدم لهم اشي رمز زي فلوس، كابونات، خضار، وشهر رمضان شهر الخير والثواب والطاعة والرزق من الله، وكل عام والشعب الفلسطيني بألف خير، ورمضان مبارك على الجميع، كل عام وانتم بخير.